بأي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود طقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع أجواء باردة نسبيا، 16 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة دنيا، الملموسة أيضا 16، نسب رطوبة عالية حوالي 90%، والرياح تكون غربية خفيفة المعتدلات السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا تفرق لبعض الغيوم في إربد 29 إلى 17، المفرق 31 إلى 19، جرش 29 إلى 18، وعجلون 27 إلى 16. المنطقة الوسطى البلقاء 30 إلى 19، الزرقاء 32 إلى 19، عمان 29 إلى 19، مأدبة 29 إلى 17، والبحر الميت 35 إلى 23. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 16، الطفيلة 27 إلى 17، الشوبك 26 إلى 18، ومعان 34 إلى 20، أما العقبة 37 إلى 26. المنطقة الشرقية أرويش الطقس صافي 37 إلى 21، الصفاوي 37 إلى 18، والأزرق 36 إلى 21. إلى اللقاء.